مشوار ما بيخلص وجعبة ما بتفضى والأفكار بتطور دائم. ضيوف من كل المجالات، مجتمع، ثقافة، فن ورياضة، والاختصاص بيفرض إيقاعه. استوديو نينار كل خميس الساعة 7 المساء معي أنا زينب العيسى على هوا نينار اف ام. يسعد أوقاتكم ومساء الخير. حلقة جديدة من برنامج استوديو نينار مرافقتكم على السمع عبر الترددات 89.6 و101.1. الحلقة من تقديمي أنا زينب العيسى وبالأعداد زينب العيسى ومحمد جليلاتي. مرافقني بالإخراج فادي قروشان وعبر السوشيال ميديا محمد جليلاتي. البداية قالوا وقلنا ديما بياعة صريحة أم غيورة وورد الخال متهمة بالنفاق. ماء زمزم بسوريا وأبو فلونة وأبو مقداد للواجهة من جديد. ماكرون ناوي يسبح بالسين بس الشعب الفرنسي على شو ناويين؟ ثلاث شهور حساب مصرفي وإلا أنت من الدعم محظور. نجي على التفاصيل. كلنا يمكن سمعنا وشفنا من كم يوم لقاء الممثلة السورية ديما بياعة الأخير والتصريح الناري اللي أثار الجدل والبلبلة على السوشيال ميديا وقلب فوقاني تحتاني كالعادة سوشيال ميديا يعني. طبعا التصريح كالعادة إجا بعد سؤال المذيع عن الدراما المشتركة ومين المستفيد الحقيقي. لترد ديما بجواب يمكن أغلبنا متفقين عليه للأمانة، وهو إنه المستفيد الحقيقي من الدراما المشتركة النجمات اللبنانيات يلي إجوا على حساب النجوم السوريين يلي أساساً جو هن نجوم. لا تنهال على ديما كالعادة تعليقات السلبية والاتهام بالعنصرية والتهكم كونها مقلة بأعمالها الدرامية. وكالعادة بكل عرس إلى أرس مين بتتوقع فادي أول حدا رح يرد؟ نضال الأحمدية كتبت على منصة إكس أنه كلمة حزو شو هي كومبارس. أما نادين نجام فردت إنه هي مركزة على شغلة ونجاحاتها. بس ورد الخالي اللي ما بتترك لقائه ما بتحكي فيه عن هذا الموضوع دائما لما بتنسأل هي بترجع بتحكي عن اللبنانيين وبتنفش فيهم كالعادة وبتحكي بهذا الموضوع بكل إشحاف وعنصرية. إذا بدنا نقول اليوم هي مزعوجة من تصريح ديما، بس نحن بدنا نقول يعني يا فنانة ورد على المثل اللي بيقول حط إيدك بعينك اللي بيجعك بيجع غيرك. بس الغريب من الموضوع فادي للأمانة الفنانة ديما طلعت بلقاء كتير قيم، حكت بكتير مواضيع مجتمعية مهمة كونه هي حدا مؤثر، يعني بالفعل حدا ممثل ومؤثر وإله شعبية كبيرة. حكت عن الطلاق، حكت عن التضحية بالعائلة، حكت عن العلاقات الزوجية الفاشلة، يعني حكت عن أمور يعني عن جد بالفعل هي بتهم المجتمع وبتهم يتضوى عليها. بس للأمانة كالعادة السوشيال ميديا ما بياخد إلا السلبي وبيبني عليه كل شيء. فادي عديت لي كم كلمة يعني؟
أما بخبرنا الثاني، صور انتشرت من أيام على السوشيال ميديا لبيع مياه زمزم ب225,000 ليرة سورية لعبوة الخمسة لتر، مع أنه سعر هي العبوة المحدد بالسعودية يعادل حوالي 30,000 ليرة سورية. فوراً نحن لما شفنا هذا الخبر، طبعاً بتضحك أنت، يعني ما فيك ما تضحك، تذكرنا أكيد تذكروا الولادة من الخاصرة وشخصيات أبو مقداد وأبو فلونة كانوا عم بيبيعوا مي السبيل على أن مية زمزم، وعفوا هن ما كانوا عم بيبيعوا بسعر، يعني كانت عم بتكون القنينة المي يعني مثل عمل خيري، بس هن كانوا للأمانة عم ياخدوا أجرة الشحن، وللأمانة كمان هون الشباب شكلهم آخدين أجرة الشحن 225,000 ليرة، بس الباقي هو يعني هيك عمل خير، فالله يجزيهم الخير. أما بدك يعني قول التالت وبدك تطلع موسيقى؟ لا ما رح زعلك، موسيقى. أما بخبرنا الثالث، خبر لفت الانتباه لكل من شافه وشاهده. بفرنسا الرئيس الفرنسي ماكرون بده ينظف نهر السين لأنه عندهم أولمبياد، والتكلفة رح تكون 9 مليار يورو، والتكلفة أكيد هي من جيبة الشعب الفرنسي من الضرائب. هون الشعب الفرنسي قرر يطلع ويعمل حملة عن هذا الموضوع، يعني قرروا يعملوا النهر حمامات عامة للأمانة، لدرجة أنه صار في حملات ممنهجة ورديات ليتناوبوا على السيرة. هلأ مو هون موضوعنا، اللي خلانا ننتبه على الموضوع أنه إذا نهر السين بباريس بده هيك كلفة، نهر بردة عنا شو بده؟ يعني إذا بالمعية بينطفولنا يا يعني بيكون كتير منيح. هون ما فينا ما نستحضر كلمات الشاعر سعيد عقل واللي غنتها الفنانة فيروز أكيد، مر بي واعدا وعدا مثلما النسمة من بردة تحمل العمر تبدده آه ما أطيبه بددا. أما بخبرنا الأخير، شو الترند كان بسوريا هالأسبوع؟ لشوف إذا أنتم متابعين منيح. أيوة، دعم النقدي. صدر قرار لمجلس الوزراء من عدة أيام بيطلب من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية أنهم يبادروا لفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة 3 شهور، تمهيدا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشيا مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي. يعني هلأ صار كلياتنا انتقل الدعم من الدعم العيني أو الاجتماعي إلى الدعم النقدي. نحن بدورنا استديو نينار نزلنا على الشارع السوري وسألنا عن رأيه بصدور هذا القرار، تابعوا معنا الاستطلاع التالي. عمري أنا شي 90 سنة، ما شفت ولا مرة لا دعم لا من هون ولا من هون ولا من هون. يعني بس إذا هنين حابين أي قرار يطلعوا يحطوا حالهم بدال المواطن. البطاقة هي أكبر جريمة دخلت لنا نحن، جريمة كبيرة دخلت لحياتنا البطاقة. يعني أي شيء أنا ممكن أنا أصدر باليوم 20 قرار و30 قرار، بس أنا ما يتطبق معي قرار واحد، ما استفدنا شيء. بس إنه الدعم يعني شو بده يكون 150,000 بالشهر؟ ممكن يكون 15,000 مثلا. الأخير اللي صدر عن مجلس الوزراء بتحويل الدعم لدعم نقدي، شو رأيك بهذا القرار؟ يعني دعم مادي، ما شفنا المعنوي ولا المادي ولا. عمري أنا شي 90 سنة، ما شفت ولا مرة لا دعم لا من هون ولا من هون ولا من هون، وما في قرارات تطلع بس ما بتطبق. يعني لو إنه 1,000 ورقة منيحة دعم مادي، 2,000 ورقة، 5,000، ما في دعم مادي. يعني أول شيء ما في شيء واضح لسه بالنسبة إلنا. إحنا لا يعني ما في شيء عملي، ما في شيء صار لنقول نحنا استفدنا أو ما استفدنا. يعني أنا كشريحة مدعومة، بس أنا لسه ما جربت، ما شفت. البطاقة هي أكبر جريمة دخلت لنا نحن، جريمة كبيرة دخلت لحياتنا البطاقة، اللي فيها رسالة وهي الرسالة مدفوعة الثمن من قيمة المواطن نفسه، هذا حرام بتوقع. هذا هلا هو دعم كتير رائع،
يعني بطريقة كتير سلسة وسهلة وممتازة. بس شو نحنا مو المهم أن نصدر قرار، المهم أنه نحنا نطبق هالقرار. هلأ كدعم نقدي يعني نوعا ما أحسن، إذا كان الدعم النقدي يعني مثل ما بيقولوا بتوازن مع الدخل اللي عم يعيشه المواطن بالحالة النظامية اللي نحن عايشين فيها. أما دعم نقدي اسحب منه مثلا الأغراض وعطيه شيء معين بسيط وقول له لا أنت كمان دبر حالة، هذا الشيء مو صح. مثل اللي عم يخلي المواطن يروح لشغلات تانية ماله فيها، يبلش شغلات سرقة ما سرقة وواوا شغلات إجرامية لأنه الجوع كافر. سوى كمان ما حيكون فعلي دعم نقدي فعلي، يعني حيتنفس شهر وشهرين والباقي حينغب إن شاء الله ما نتعبى. بس أما إذا كان هو عبارة عن حكي والدعم النقدي ينزل للمدراء وال كلنا بنعرف لوين بيروح، هذا أنا ضده أكيد. هلا هو ما فينا نقرر شو لأنه نشوف قديش قيمته تمام، بس يعني بما أنه إحنا عنا ثقة كتير بوزارتنا ومجلس الشعب تبعنا. ده متوقع يكون هذا الدعم؟ والله متوقع صفر، يعني هذا موضوع ما بنحكى فيه أصلا. اللي يدعم بنزل بقيمة السلعة، ما في داعي وما في داعي يرجع يبعث لي عن طريق البنك. نرجع لموضوع مثل البونات اللي كنا سابقا ناخذها اللي هي الرز والسكر والشاي، هاي كانت مبينة واضحة انه فعلا في مساعدة من الدولة للمواطن. ما اتوقع بينزل مثل بونات السكر، يعني ممكن يكون 15,000 مثلا لكل شهر لكل فرد، شيء رمزي اكيد يعني. لك ستي شو ما كان، بس المهم التسريع والإنجاز مهم للعالم. يعني أنا إذا قالوا لي في دعم مادي وقعدوا يدرسوا بعد سنتين إذا بدهم يعطوني 100,000، 100,000 قد صفيت 1000 ورقة ما عاد إلا قيمة ولا عاد إلا بي. فما بتوقع يزيد أكثر من 100,000 يعني وزيادة. بس إنه الدعم يعني شو بده يكون 150,000 بالشهر؟ خصوصي إذا كان الدعم النقدي جدا ضئيل أو محسوب. وفي عيال اليوم عندنا نحن عندنا 7-8 أشخاص، يعني إذا تعطيه دعم نقدي مثلا 400,000 خلينا نقول كشهري، هذا الزلمة عنده 8 أشخاص. لا عدم المؤاخذة، هلا هو واحد الناس بيقول لك أنا باخذ لنينة الغاز وإذا بيعها بالسوق السوداء طالع 400,000. فنحن هذا اللي بدنا نشوفه، إنه الدعم النقدي بيتناسب مع دخل المواطن ولا لا. بس هي عم تعطيه أنت بالإيد وبتاخذيه أنت بالإيد الثانية، ايش استفدت منها؟ برأيك نحن بقى عنا ثقة بقرارات الحكومة؟ لا. لا 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 مو ما في ثقة، برادة بطاقة. إذا بدهم يحركوا قرار من هون لهون من طابق لطابق بده سنة. إنه هني عندهم ثقة فينا إنه إحنا من يعني مندبر حالنا بحالنا، عرفت شلون؟ ونحن هن بيعرفوا ثقتنا فيهم معدومة الحمد لله. طبعا والله ما بعرف هذا موضوع، هن المسؤولين عنه وهن المفروض يجاوبوا نفسهم عن هيك قرارات عم فيها. يعني بتوقع الحكومة متخبطة ما بتعرف تاخذ قرارات جديدة بشكل مواضيع. أنا بخفض قيمة السلعة وما بدخل في موضوع أنه أعطيك إياها عبر بطاقة أخذ منك 3 رسائل مش أوصل لك 50 ليرة. لك ما عندنا ثقة بحالنا، الميكروفون اللي حاطتيه قدامي ما عندي ثقة فيه، ما عندنا ثقة أكيد، شيء طبيعي. يعني طلعت كتير قرارات، شو شفنا منهم؟ رجيني على أرض الواقع، هلأ بحط لك 200 قرار أنا بقعد بنفذهم هون بمحلي، تمام؟ هاي الورقة نفذي لي هاي القرارات، طب أنا إيه ورجعتك القرار بس بتشغيل ما عم ينفذ، شو استفدت؟ أنا بس عمل لك بدي ساوي، طب ساوي بعدين قلي، ساعتها بقول لك يسلم ايديك كتر خيرك، مو بقعد ايدي عليك. نعم نسمع انه دعم وبدهم يحولوا وكذا، هلا راحت معهم يمكن يدرسوها شيء 10 سنين رخاء، بيكون لهنا صاحب الامانه اخذ امانته ما بنلحق. يعني انا بدي اوجه لهم بس رساله صغيره، يعني بس اذا هن حابين اي قرار يطلعوه يحطوا حالهم بدال المواطن. يتنازلوا بس عن هالموكب السيارات اللي عم ينزلوا هن ويطلعوا فيه تمام، وينزلوا يطلعوا بس نهار واحد بالمواصلات، انا متاكد انه بعد منه رح يلاقوا حل للمواصلات، بس يعيشوا هي اللحظه اللي هن المواطن عم يعيشها تمام. والله اذا بيعملوا 3000 اجتماع انا ما يعني ما بنطر شو حيطلع معهم، انه عارفان هي يعني عم يسبب مصلحة العالم اللي معها مصاري اساسا، اما مصلحة العالم اللي ما قادرة او ما معها هاي كلها عم تروح عليها. يعني أي شيء أنا ممكن أنا أصدر باليوم 20 قرار و30 قرار، بس أنا ما يتطبق معي قرار واحد ما استفدنا شيء. مو مهم أنا أصدر قرار، المهم أنا شوف طريقة سلسة تساعدني بنجاح بتنفيذ هالقرار هذا.
للتوسع أكثر في الدور المصرفي بتطبيق التوجيه الحكومي معنا عبر هوا نينار الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل الأستاذ فادي جلالاتي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. هلا يا أهلا. الله يسلمك أستاذ. أستاذنا نبتدي حديثنا بالإجراءات اللي قام بها مصرفكم لتفعيل عملية فتح الحسابات المصرفية للمواطنين تنفيذا للتوجيه الحكومي بإعادة هيكلة الدعم. طبعا نحن في المصرف الدولي للتجارة والتمويل بالأصل وقبل صدور التوجه الحكومي الحالي يسعى المصرف في إطار سياسته اللي هي سياسة التحول الرقمي التي انتهجها منذ حوالي سنتين. طبعا الهدف من السياسة ترسيخ سياسة النفاذ المالي بهدف نشر الوعي المصرفي ولتشجيع العملاء على تنفيذ كافة العمليات من خلال المصرف. طبعا تم العمل على تبسيط الإجراءات فتح الحسابات المصرفية للوصول للهدف المطلوب وهو فتح حساب مصرفي لكل مواطن، وبما يسهم بالمحصلة من التخفيف من أعباء التعامل النقدي من خلال الانتقال إلى استخدام تطبيقات الدفع والتحويل الإلكتروني من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة التي يمتلكها البنك. طبعا تتضمن استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتير لكافة الجهات المشغولة بالدفع مع شركة سيبي اللي هي منظومة الشركة السورية للمدفوعات. نعم. بالإضافة إلى إمكانية استخدام خدمات نقاط البيع والتحويل إلكترونيا عبر نظام المقاصة. في حين نحن بادرنا من تاريخ صدور التعميم وصدور التوجيهات الحكومية والتزاما بتعميم مصر السوري المركزي، تم التعميم على كافة فروع البنك الالتزام بساعات الدوام الإضافية. طبعا الدوام كان من الساعة 9:15 صباحا للساعة 4. طبعا نحن بموجب التعميم أصبح الدوام حتى الساعة 6 بطيلة أيام الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس. طبعا الغاية من تنفيذ غايات فتح الحسابات المصرفية خلال هذه المدة العمل الإضافية. طبعا بالإضافة إلى ذلك تم فتح فروع أيام السبت الأسبوع كمان من الساعة 9:15 صباحا وحتى الساعة 3:30. طبعا فروعنا كلها بكامل كوادرها جاهزة بما يسرع اليوم في تقديم خدمة فتح الحسابات، مع التأكيد على جميع كوادر الفروع بالالتزام بتبسيط الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات بهدف تسهيل أمور المواطنين دون عناء وتحقيق الغاية المرجوة اليوم من عملية فتح الحسابات المصرفية للمواطنين. نعم. هلا إذا بدنا نجاوب شوي على أسئلة الشارع أستاذ فادي، هل هناك شروط لفتح الحسابات المصرفية لحاملي البطاقات الإلكترونية لمن ليس لديهم حسابات خلينا نقول، وهل هناك توجيه للأشخاص متعددي الحسابات المصرفية؟ طبعا عملية فتح الحسابات المصرفية لحاملي البطاقات الإلكترونية لا تختلف نهائيا عن عملية فتح الحساب ولأي غاية كانت، حيث يتم اتباع نفس إجراءات فتح الحساب العادي وبإجراءات مبسطة من خلال إبراز الهوية الشخصية للمواطن، وبده يملأ وثيقة أعرف عميلك اللي هي تتضمن معلومات تفصيلية عن العميل مع إيداع الحد الأدنى في الحساب بمبلغ 10,000 ليرة سورية. طبعا بده يسدد رسم الطابع اللي بيستوفى طبعا لصالح مديريات المالية في كل محافظة، إضافة إلى تسديد عمولات الاشتراك بالخدمة. طبعا العمولات هي مبالغ رمزية. اليوم بدي نوه أنه كلفة فتح الحساب لفئة الأفراد لا تتجاوز مبلغ 8,000 ليرة، يضاف إليها مبلغ 10,000 وهو الرصيد الذي سيودع بالحساب وهو الحد الأدنى لفتح الحساب. طبعا في حال رغبة العميل بالاشتراك بأي خدمات مصرفية أخرى، وعلى سبيل المثال بدنا نقول حصول على بطاقة الATM بطاقة الصراف الآلي، يمكن حينها للعميل الاشتراك بهذه الخدمة أو بإمكانه الاشتراك بباقة من الخدمات. نحن بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل اليوم أحدثنا نوعين من الباقة. أستاذ فادي. المصرفية. نعم. الباقة الفضية والباقة الذهبية. نعم. تنطرح. تفضلي. بس لأنه راح الصوت فهلأ تمام فينا نتابع. ألو. أنا عم بسمعك أستاذ فادي، أنت عم تسمعني حاليا؟ إيه. تمام نتابع. طيب. أنا سمعت. تمام. معناتها مثل ما أرجع أكد أنه كلفة فتح الحساب لفئة الأفراد لا تتجاوز مبلغ 8,000، يضاف إليها مبلغ 10,000 وهو الرصيد الذي سيودع بالحساب وهو الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب. طبعا العميل في حال رغبته بالاشتراك بخدمات مصرفية أخرى، على سبيل المثال حصول على بطاقة الATM اللي هي بطاقة الصراف الآلي، يمكن للعميل حينها الاشتراك بهذه الخدمة أو بإمكانه الاشتراك بباقة من الخدمات. المصرف الدولي الـ IBTF اليوم أحدث نوعين من الباقات وهي الباقة الفضية والباقة الذهبية، طرحناهم نحن مع بداية العام الجاري بما يمكن العميل اليوم من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية سواء الإلكترونية أو الخدمات الأخرى ولقاء عمولات شهرية. طبعا تختلف قيمة هذه العمولات حسب نوع الباقة. طبعا هلأ بالنسبة للمتعامل أو العميل اللي عنده أكثر من حساب، نعم، فهو
هنا يمكن للمواطن حينها اختيار أحد حساباته المصرفية المفتوحة لتلقي مبلغ الدعم النقدي الذي سيحدد لاحقا من قبل الجهات المالية. نعم. السؤال الآخر أستاذ فادي، موضوع الأرياف والمناطق البعيدة والنائية بخصوص مثلا مصرفكم، إذا نحكي هل هناك حالات، أيضا كمان لدينا حالات خاصة مثل كبار السن والمرضى، هل سيكون هناك لديكم ميزات إلكترونية عن بعد؟ يعني كيف سيتم حل؟ سؤال مهم بشكرك عليه. طبعا المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومن خلال شبكة فرعنا الواسعة، نحن لدينا 19 فرع عامل عم يغطي معظم المحافظات السورية، فبالتالي اليوم نحن كاي بي تي اف قادرين على تلبية أكبر شريحة ممكنة من العملاء. طبعا في ميزة إضافية وهي ميزة فتح الحساب الإلكتروني. نعم. وميزة تطبيق الموبايل البنكي. هي الميزة اليوم سهلت على أي مواطن إمكانية فتح الحساب بأي مكان هو بيكون متواجد فيه، ما في داعي اليوم يتكبد عناء القدوم إلى أحد فروع المصرف، وهذه الإمكانية اليوم من خلال فتح الحساب الإلكتروني بتمكنه اليوم من إجراء تحويلات من وإلى حسابه المفتوح من وإلى أي شخص آخر اليوم لديه حساب في أي بنك آخر. طبعا الحسابات اليوم مثل ما حكينا آلية الحساب إلكترونيا إجراءاتها كتير مبسطة بموجب أبليكيشن اليوم على التطبيق البنكي، وهو سهل ومتاح لأي متعامل اليوم يقدر يفتح الحساب عن بعد. نعم. السؤال الآخر اللي تراود على الأذهان أيضا، البطاقات اللي أصحابها موجودين خارج البلد وللأمانة هو يستفاد منها، يعني ما الآلية بخصوص هذه البطاقات؟ هل يمكن فتح حساب إلكترونيا وعدم الحضور شخصيا؟ حتى في أشخاص عندهم حسابات سابقة وما زالت فعالة يعني، وفي منهم غير فعالة، فشو التفاصيل بخصوص هذا الموضوع؟ تمام. هلا مثل ما اكدنا بالسؤال اللي قبله، طبعا يمكن الاستفاده، باكد انه هون يمكن الاستفاده من ميزه فتح الحساب الالكتروني دون الحاجه للحضور شخصيا الى البنك، ولكن في هذه الحاله هي نقطه كثير مهمه لازم نضوي عليها، ستنحصر امكانيه التعامل بالحساب فقط لغايات سداد فواتير خدمات الشركات السوريه، الشركه السوريه للمدفوعات الالكترونيه اللي هي تسدد فاتوره الكهرباء، الماء، الهاتف، جوازات الى اخره، اضافه الى امكانيه التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق الموبايل البنكي. في حين وعند حضور المتعامل شخصياً، لما بيجي المتعامل للبنك لأحد الفروق بده ليستكمل فتح الحساب، بيتحول من حساب إلكتروني إلى حساب عادي، بده يوقع على وثيقة فتح الحساب وسداد المبلغ المترتب عليه، حينها يعني بيتطلب حضوره شخصياً، يتطلب حضور الشخص شخصياً. طبعاً. نعم. طبعاً. نعم. طبعاً 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 حتى يتحول حساب إلكتروني إلى حساب عادي. نعم. طبعاً اللي له حساب ومضى عليه أكثر من عام وما تم عليه أي إجراء أي حركة على هذا الحساب، فهنا يعتبر الحساب ملغى، وبالتالي لإعادة تفعيل الحساب يتطلب من العميل يراجع فرعه أو أحد فروع البنك اليوم لتوقيع طلب إعادة تفعيل الحساب مع معاودة ملء وثيقة تعرف عميلك، في حال اليوم تطلب يعني تطلب ذلك اليوم حسب طبيعة الحساب. طبعا في حال كان العميل حسابه ملغى وهو في خارج القطر، مثل ما حكينا بإمكانه إعادة تفعيل حساب فور قدومه للقطر من خلال مراجعة أحد فروع المصرف. ولكن بس ننوه عليه ونأكد عليه أنه التوقيع لا توقيع بيتطلب وجوده شخصيا ولا يمكن الاستعادة عنه بتوقيع إلكتروني. لا، الحساب بده إجباري، الحساب العادي بده يراجع العميل فرعه لحتى يستكمل متطلبات الحساب. أما الحساب الإلكتروني بيقدر يفتح حساب إلكتروني عن بعد، ولكن الحساب الإلكتروني اليوم محصور التعامل فيه مثل ما حكينا لغايات اليوم الاستفادة من خدمات الحساب من خلال تطبيق الدولي الموبايل، من خلال إمكانية تسديد الفواتير إلكترونيا مثل ما حكينا فاتورة كهرباء، مي، هاتف إلى آخره. نعم. بختام الحديث بدنا نتشكرك أستاذ فادي جليلاتي، وأنت الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل، شكرا جزيلا لك لمشاركتك ولمداخلتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا وكل الشكر لكم، وشكرا على الإضاءة على هذا الموضوع الهام، مع كل الشكر. شكرا. يا الآن معنا عبر هوا نينار الصناعي عاطف طيفور. يسعد أوقاتك أستاذ عاطف. أهلا وسهلا. يعطيك ألف عافية يا رب.
الله يعافيك يا هلين. بداية بدنا نحكي شوي أستاذ عاطف عن القرار اللي صدر بتحويل الدعم العيني والاجتماعي إلى دعم نقدي. بدنا رأيك الشخصي بهذا القرار وسبب اتخاذه بهذا الوقت. هلا هو الهدف من القرار يعني تخفيض نسبة الهدر ونسبة الفساد. نعم. تمام. بس هو الفكرة القرار لسه ما صدر، هي الخربطة اللي صارت، هي مشان ما يصير الأخطاء وتفادي أي أخطاء مثل ما صار المرة الماضية. الحكومة اليوم أعلنت أنه الكل يفتح حسابات. نعم. مشان ما يصير لخبطة والعالم تفقد حقوقها مثل المرة الماضية. القرار لسه بده وقت، يعني بده لنهاية السنة. نعم. ليصدر. ولكن هن عطوا مهلة 3 أشهر لفتح الحسابات المصرفية لتحويل الدعم العيني أو الاجتماعي لدعم نقدي، وطالبت المواطنين خلال 3 أشهر حتى يكون الوقت كافي. نعم نعم تماما. بس هي الفكرة القرار لسه بده وقت، يعني لسه ما التفاصيل تبعه لسه ما طلعت، الإجراءات التنفيذية لسه ما طلعت، الآلية لسه ما طلعت. نعم. التحليلات اللي عم نسمعها كلها بالسوق كلها غير واقعية يعني، ومبالغ فيها جدا. صحيح عم نسمع. يعني أول شيء الدعم ما بيتقسم، أنه موازنة الدعم تقسيم عدد البطاقات بيطلع المبلغ لكل عائلة، هو هذا المفهوم غلط. نعم. الدعم مجزأ ونسبي للعائلات، وفي عالم بيطلع لها كذا ما بيطلع لها كذا، وفي عالم مدعومة بالمواد التموينية مو مدعومة بكذا، في عالم مدعومة بالكهرباء مو مدعومة بالمواد التموينية، في عالم مدعومة يعني الدعم يعني، وحتى في موازنات ما بتنزل في أرقام مثل الكهرباء مثل الفارق المحروقات، هذا ما بينزل بالموازنة، ما فينا نحن ناخد رقم ثابت، هاي الأرقام كلها متغيرة. يعني مثل المحروقات اليوم إذا ارتفعت كلها في الشحن ولا ارتفع الدولار ولا صار في صعوبات بالاستيراد تتغير الفاتورة. نعم. ما في رقم ثابت لهذا يعني، حتى الكهرباء نفس الشيء. نعم. البنزين نفس الشيء، المواد المدعومة المستوردة نفس الشيء، هي الأرقام هي متغيرة، ما فينا نحط أرقام ثابتة، ولح تكون أكيد لح تكون متغيرة على الحساب المواطن كمان ما لح تكون ثابتة، لأنه الموازنة هي كل سنة بتتغير وحسب نسبة التضخم وحسب التكاليف الأصلية. يعني اليوم أنت بدك تاخدي المواطن بده ياخد فرق بين الـ يعني نقدي بين سعر التكلفة وبين سعر المبيع، مظبوط؟ نعم. سعر التكلفة هذا متغير بشكل دوري، كمان لح يكون الرقم متغير حسب أسعار. فهي هاي الأرقام مبالغ فيها جدا. ما زالت كلها عم نحكي هي آراء وتكهنات، ونحن ولكن عم نحاول هيك شوي يعني كوكن أهل الاختصاص هيك ناخد ولو هيك أفكار منكم بناء على شوفي إذا بدنا نحكي واقع، الواقع بيقول أنه أول شغلة لازم نحن نمشي مع الحكومة، الحياة حقوق وواجبات، لحتى أخذ حقوقي أنا لازم أقوم بواجباتي، الواجبات هي أنه أفتح الحساب تمام. نعم. لأنه الحساب مو بس للبدل النقدي تمام، الحساب هو يعني شيء حضاري وعصري ورفاهية مطلقة للمعاملات اليومية تمام. كرمال ما بقى نحمل كاش الغاء في تماما كاش. هو جزء بسيط من إعادة هيكلة الدعم، لأن إعادة هيكلة الدعم هي مشروع ضخم على مستوى الاقتصاد العام، يعني جزء منه بسيط اللي هو الدعم الاجتماعي. انت عايز بدك تحكي على اعاده هيكله الدعم، لسه عندك الزراعه، عندك كذا قطاع، عندك الصناعه، عندك الانتاج، عندك المصارف، هذا كلياته بده يتغير. نعم. اليوم انت عم تتحولي من دعم المدخلات لدعم المخرجات. دعم المدخلات يعني هي اللي هي دعم السلعه او دعم مستلزمات الانتاج بس اسمده والمحروقات والى اخره. نعم. عم تتحولي لدعم المنتج النهائي. نعم. اللي هو انه انت مثلا عم تشتري محصول من بالسعر العالمي، عم تعطي المواطن نقدي بدل السلعه، هذا يعني الدعم الاجتماعي لازم العالم تفهمه انه هذا جزء صغير جدا من الدعم الدوله بتقدمه. تمام. فهذا التحول، بده تحول رقمي شامل، ومن جزء منه هو فتح الحساب. اليوم انت عم تحكي عن دفع الكتروني شامل لكل القطاعات، عم تحكي عن تحول حكومة الكترونية، عم تحكي عن تحول رقمي، هذا كلياته لازم يكون كل انسان عنده حساب.
اليوم بعد 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 شوي رح تطلع ضريبه القيمه المضافه، الكل رح يلزمه حساب لحتى يقدر يتداول ضريبه القيمه المضافه. نعم، ان كان مواطن عادي ولا ان كان تاجر ولا ان كان صناعي ولا تمام. هلا هون هيك بيستحضرنا شوي سؤال، بما انه اذا تم تطبيق القرار وقت بده يصير ويبلش، برايك استاذ عاطف رح يكون في انخفاض على اسعار السلع المواد الغير مدعومه، كونه حسب ما يعني حسب ما عم نبني على الدراسات هذا القرار رح يخفف من الهدر ومن السوق السوداء؟ تماما. هلا هو الهدف تخفيض نسبة الهدر وإخفاء السوق السوداء. هلا طالما اليوم ما في مواد مدعومة وما في سعرين، معناتها بدها تختفي السوق السوداء بشكل تلقائي. ما عاد في حدا يقدر ياخذ مخصصات ويبيعها لحتى يستفيد بفارق السعر، معناتها السوق السوداء بتختفي طالما صار انقلب نقدي. السوق السوداء بتشكل نسبة ضخمة من الهدر، بس نسبة الهدر يعني ما هي ما لها كم كيلو طحين ولا لها كم كيلو رز. نسبة الهدر نحن عم نحكي غير الهدر بالمخصصات والتوزيع والفساد اللي عم بيصير فيها. نسبة الهدر انت عم تحكي، اذا بدك تحكي على المستوى العام نسبة الهدر، مثلا اذا بتحكي على الزراعة يعني انت عم تحكي مثلا 30% بالقمح، 50-60% بالقطن، 6-10% بالشوندر، إلى آخرين. هاي الأرقام ضخمة يعني عم تشكل تريليونات عن الخزينة. هذا نسبة الهدر رح تتحول بالآخير لوفرة، الوفرة هاي بتتحول لدعم اقتصادي عام، يعني من هو دعم الإنتاج ولا دعم يعني رفع المستوى الدعم الاجتماعي. هلا اليوم ليش عم نخفض الدعم الاجتماعي مثل من فترة طلعوا كم عائلة من الدعم؟ نعم. لأنه ما في وفرة مالية تقدري تدعميهم. هلأ طالما في وفرة مالية هون بينعكس على المجتمع، بتزيد فئات الدعم، بتزيد الفئات المدعومة تماما. هلأ بينعكس على التوريدات، بيصير في استقرار بالتوريدات. طالما أنت عندك وفرة صار قادر تستوردي ما يكفي الوطن من مواد، ما يكفي من المستلزمات الزراعية ومستلزمات إنتاج، قادرة تعطي تسهيلات وحوافز، قادرة ترفع نسبة الدعم، قادرة ممكن ترفع نسبة الرواتب. طالما في وفرة معناتها رح نكون بأمان اقتصادي. هلا هون هاي الوفرة ما تتحقق غير حتى انت تقضي على الهدر والفساد. الهدر مبالغ ضخمة جدا ما حدا بيتخيلها. للأسف طبعا يعني نحن عم نحاول هيك نعطي إجابات، كون دائما بتحس هيك المواطن لما بيسمع بقرار جديد بيروح دائما هيك للشيء السلبي، فهيك ولو نوضح. مع الأسف اليوم في محللين، بعض المحللين أو أغلبيتهم صايرين مثل شو نقول الكنة النقدة، أي شيء بتعمله الحكومة معتبرينه حماتة فورا بيفوروا عليها وبيهوجوا العالم وبيضوجوا العالم وبيضوجوا الرأي العام وبيعملوا القرار سلبي. طولوا بالكم، لسه القرار انتم ما بتعرفوا ولا بتعرفوا سلبياته ولا ايجابياته. نعم. ايش الانتقاد؟ لحنا اليوم الدولة بس طلبت منا نفتح حساب تفادي لأي أخطاء بالمستقبل لحتى ما حدا يفقد حقوقه. متى ما انفتح الحساب وطلع القرار بعد التفاصيل وبعد هي وقت الواحد بيحلل وبينتقد وعجبه وما عجبه، بيشوف الأخطاء بيشوف السلبيات إيجابيات. طيب هيك لحنا كعقلية اقتصادية أنا بقول لك المشروع ضخم جدا وإيجابي جدا، يعني رح يعمل نقلة نوعية بالاقتصاد السوري، إن كان على مستوى التضخم ولا إن كان على مستوى الفساد ولا إن كان على مستوى السوق السوداء، على مستوى الإنتاج، على مستوى الدعم، على مستوى الرواتب، على يعني هي الوفرة اليوم أنت تتحول لدعم اقتصادي مخيف لأنه أرقام مخيفة. طيب إذا بدنا هيك نعطي هيك فترة معينة، يعني قديه من الزمن برأيك أستاذ عاطف ممكن أو رح نوصل لهي المرحلة ونحقق هذا الأمان الاقتصادي وهي الوفرة؟ قديه ممكن هذا الدوات؟ هلأ إذا بدنا نحكي المنطق بيقول أنه بعد ما يتنفذ القرار والعالم تأخذ حقوقها تمام، الموازنة اللي بعدها رح يكون فيها وفرة. هلأ هون بهي الموازنة هي السنة ما حتشوفي فرق، حتى لو نزلت كان في شوية مال إضافي رح ينزل بالحساب، أو هو مو مال إضافي هو توفير،
توفير عن المال اللي عم يندفع، عرفتي؟ هذا التوفير رح يتحول لوفرة، الوفرة هاي ما حنقدر نشوفها للسنة الجاية، للموازنة الجاية. الموازنة الجاية بيبين معهم قديش في انخفاض لنسبة الهدر، قديش طلع مقابلة وفرة. هاي الوفر المالي هذا بيقلبوه للموازنة الاستثمارية. انت عندك موازنة دعم وموازنة الى اخره، واخر شيء موازنة استثمارية. هاي الاستثمارية هي اللي هدفها التنمية. طالما هي الموازنة الاستثمارية ضاعفت او صارت 10 اضعاف، لازم اتوقع تتجاوز العشر اضعاف، تمام؟ هي العشر اضعاف هون انت صرت عم تعملي دعم اقتصادي عام. نعم، بينعكس على كل القطاعات، مو بس على قطاع واحد. يعني انت اليوم لما عم نحكي تخفيض الاسعار، لما اليوم نحن بدنا ندعم استقرار الموارد، استقرار المحروقات، استقرار الى اخره، هذول المستلزمات الانتاج، رح يكون في وفره بالمواد، نسبه العرض رح ترتفع. نعم، هذا بالاخير بده ينعكس على انخفاض اسعار. لما اليوم انت عم تدعم الصناعي بالمواد الاوليه، هي بدنا نحكي هو الفائده من هذا القطع. اذا هي بدنا نحكي هون الفائده اللي رح يعود فيها هذا القرار على الصناعي او على الصناعه بشكل عام. شوفي، هي التسهيلات للصناعي والتاجر هي بالاخير كمان مثل نفس المعادله، وفره ماليه يا قدر الحكومه تدعمه يا اما لا. لما يكون في ازمه ماليه تدعمه حتى حسب الامكانيات، بس ما يكون في وفره ماليه اليوم قادره تدعمه مثلا بالقطع، قادره تدعمه بالتسهيلات المصرفيه، قادره تدعمه بالضرائب، بالرسوم، بعفاءات الى اخره، الحوافز التصديريه، هي التسهيلات والحوافز طالما انعكست على الصناعي والتاجر، بالاخير ده تنعكس على ارتفاع نسبه الانتاج. ارتفاع نسبه الانتاج هو الهدف الاساسي لحل مشكله الاقتصاد. نعم، اللي هو بحل نسبة العرض، بحل نسبة التضخم، بحل نسبة البطالة، هذا كله يعني متعلق بنسبة الإنتاج. نعم، وطالما صار في دعم أكبر رح تلاقي هذا هيكون جاذب للمستثمرين كان صناعي ولا تجار. أكيد نحن نتمنى ذلك، ونتمنى سير القرار بأسرع وقت كونه في هاي الإيجابيات الكبيرة اللي رح تكون نتيجته لهذا القرار. بالختام الحديث بدي أتشكرك الصناعي عاطف طيفور، بدي أتشكر مداخلتك ومشاركتك معنا اليوم، شكرا كتير. بس إذا بتسمحي لي ثانية. أكيد، تفضل. أهم شيء المواطن ما يخاف، لأنه في تداول أنه حساب بيكلف 100,000 وصعب وإلى آخره. الحساب المصرفي ما بيكلف اكثر من 10 ل 15,000. هو عم يصير بعض البنوك عم تاخذ رسوم اضافيه، عم تفرض ايداعات كبيره مثل ال 100,000 هاي، بس اغلب البنوك ما عم بتكلف 10 ل 15,000. هو عم يصير شوي لخبطه حوله، انه يعني مثلا في بطاقه ATM، في بطاقه كذا، هي عم تزيد التكاليف عليها. واكيد في بنوك عم تفرض ايداعات كبيره، مثل 100,000 مثلا، لحتى صحيح تضمن انه اداره الحساب لسنه مثلا تكون متوفره داخل الحساب، بس في بنوك ما عم تطلب هذا الحكي. نعم نعم، الإيداع حسب الرغبة. حتى قالوا 10,000، حتى قالوا إيداع 10,000، وممكن يعني هو برأيه الشاب بيحب، يعني هذا بيرجع له، بيحب هو يحطه لهذا المبلغ حسب الرغبة. حسب الرغبة. نعم. بس نعم، هي الرسوم موحدة من المصرف المركزي بكل المصارف، بس الإيداع هو اللي عم يتحكم فيه المصرف. اللي ما بيعجبه هذا المصرف يروح للمصرف الثاني. مصارف الدولة حتى عم يعني 10 ل 15,000، وما في نسبة إيداع، يعني ما عم تفرض عليك نسبة إيداع. فالعالم ما تتخوف، ما تسمعي الإشاعات ولا تسمعي هي مبالغ رمزية. شبه رمزية، المبالغ رمزية جدا، حساب سهل جدا، وصار في دوام للمثل، الموظف قادر بعد ما يخلص دوامه ينزل يعمل الحساب، ما كلف 10 دقائق شغل. يعطيهم ألف عافية أكيد، يعني هنا صاروا عم بيداوموا السبت ولساعة 6، يعطيهم ألف عافية أكيد. نقول لهم للجميع، يعني لجميع العاملين بالبنوك، بدي أرجع أتشكرك بختام حديثنا الصناعي عاطف طيفور، شكرا كتير لمداخلتك ولمشاركتك معنا اليوم. سهلاني. شكرا كتير. بريك صغير وراجعين.